المعتقلين في المعتقلات الأمريكية تحديدا من بعد 11 سبتمبر وأساليب التعذيب المختلفة. ده يكون محور حديثنا. هذا التقرير اللي أثار جدل قبل صدوره وأيضا بالتأكيد بعد صدوره، وبالتأكيد هيكون ليه تداعيات خطيرة جدا، مش بس في الولايات المتحدة، أكيد في العالم بأثره، وأكيد هنهتم أكتر بتداعياته في المنطقة. هيسعدنا لفتح هذا الحوار والحديث حول المحاور المختلفة لهذا التقرير الدكتور منصور عبد الوهاب المحلل السياسي. صباح الخير يا دكتور. شرفنا يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. دكتور، أعتقد لمن يتابع الشأن الأمريكي ربما يكون هذا التقرير خاص بصراع ما بين الجمهوريين وما بين الديمقراطيين حول الانتخابات القادمة، وده محور هام جدا. يمكن تسريبات التقرير أو حتى إشاعات التقرير أو حتى خروج التقرير للنور يكون محوره الأساسي، هو الهدف الأول والآخر إسقاط أي منهما أي من الطرفين حتى يكسب الانتخابات القادمة. يعني قبل الحديث أود بس أن أقول في البداية أتمنى أن ما خرج بالأمس عن بيان الختام لمؤتمر مجلس التعاون الخارجي في الدوحة أن يتم تنفيذه بالفعل، لأنه لو تم تنفيذه هيكون لصالح العالم العربي. هذه محاور كثيرة جدا ربما يطول الشرح فيها طبعا. فأنا عارف إن هو مش موضوع الحوار. لا بس موضوع مهم، لأنه مهم جدا. يعني هي في الآخر الموضوعات كلها على فكرة بتوصل في نفس الإطار. ما هو حضرتك في السياسة بالفوق. في السياسة زمان كان ممكن نقول إن ممكن الدولة تحل مشاكلها من الداخل، النهاردة لا. كل مشاكلنا الداخليه لها ارتباط بعناصر خارجيه، لها علاقه بالوضع الاقليمي. صحيح. بالواقع الدولي. صحيح. الواقع الدولي، وده هنيجي بقى لتقريرنا، مرتبط او بيأثر تأثير مباشر وقوي على الاوضاع الداخليه في كل الدول. مزبوط. منها هذا التقرير الذي نتحدث عنه، وهو تقرير الأذيع وتم الحديث عنه، عن الممارسات الحكومه الامريكيه ايا كان مين اللي بيعملها، لكن هي ممارسات انا بعتبرها ممارسات إرهاب دولة عظمى ضد حقوق الإنسان. لأنه يتم وفقا لما ورد في التقرير ووفقا لما قالته إحدى عضوات الكونجرس الأمريكي بالأمس، أن هناك إجراءات وأساليب تعذيب تمت ضد السجناء للحصول على معلومات، ولم تكن هذه المعلومات التي قيلت من 11 سبتمبر حتى اليوم كلها معلومات صحيحة، وانه كثير من السجناء بسبب هذا التعذيب الوحش الذي تم عليهم ادلوا ببعض المعلومات الخاطئه التي لم تكن صحيحه على الاطلاق. فبالتالي هو كان عايز المتهم يقول اللي هو عايز يقوله، مش اللي حصل بالفعل. فده بيوقعنا في نقطه انه اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه طول الفتره اللي فاتت وجات على مصر كثيرا صدعتنا بحقوق الانسان وضروره الشفافيه، وان يكون الحكومه المصريه وبصفه خاصه بعد 30 يونيو انها تكون شفافه في وتعمل على تدعيم مفاهيم حقوق الانسان في المجتمع المصري وما الى ذلك. اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه بنفسها تمارس ارهاب الدوله على سجناء مش معروف حتى الان كتير جدا من هم هؤلاء السجناء، ذويهم ما يعرفوش عنهم اشياء، الاساليب التي تستخدم في التحقيق معهم لا تتم عبر متخصصين في التحقيقات او قنوات قانونيه، لا بشكل قانوني ولا عن طريق متخصصين، في مختص يقوم باجراء التحقيق مع المتهم، وهذا المختص بيبدا عندنا بالنيابه وينتهي باخر مرحله اللي هي المحكمه. هؤلاء لم يقدموا للمحاكمات لكنهم معتقلين بالفعل وليسوا سجناء بناء على حكم محكمة نهائي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي نحن أمام من وجهة نظري إرهاب دولة يمارس من 11 سبتمبر، ودوت يمكن اللي حط العالم العربي والإسلامي في يعني مكان لا يليق بهذا العالم. صحيح في بعض المظاهر اللي بتقول إن في ناس متطرفين، وده موجود في كل بقاع العالم وموجود عند أتباع معظم الديانات. يعني في إسرائيل على سبيل المثال إدارة في الشباك اسمها إدارة الإرهاب اليهودي، ده إدارة رسمية معترف بيها. إذن هناك اعتراف من إسرائيل نفسها أن هناك إرهاب يمارس من الجماعات اليهودية المتطرفة داخل إسرائيل ضد العناصر العربية، وهناك ممارسات في حماية يعني يقومون بتنفيذها على الأرض في حماية الشرطة الإسرائيلية. الشرطة الإسرائيلية. فبالتالي نحن أمام عالم إذا نادى بحقوق الإنسان هو ينادي بشكل انتقائي وليس بشكل عام وفقا لمعايير ومفاهيم دولية متفق عليها سواء على مستوى الحكومات أو الشعوب. فاللي بنشاهده من إسرائيل بنشاهده من الاتحاد الأوروبي بنشاهده أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا التقرير بيفضح من وجهة نظري الممارسات الأمريكية
والتناقض الموجود داخل الإدارات الأمريكية المتعاقبة من جورج بوش الابن حتى اليوم، التي تنادي معظم الدول العربية وبصفة خاصة مصر أن علينا أن نطبق معايير حقوق الإنسان ونلتزم بها. هم لم يلتزموا بها ويمارسون أبشع الجرائم ضد معتقل لم يحاكم حتى هذه اللحظة. فبالتالي زي ما حضرتك قلت في التقديم أنه ممكن يكون دوت نتيجة صراع بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن هو في ميزة في هذه المجتمعات أنه النخبة السياسية أحياناً والنخبة الشعبية تسعى إلى الشفافية، فبالتالي بيطرحوا ما لديهم من سقطات، لكنها هذه المرة طالت أكثر من اللازم. احنا بقالنا من 11 سبتمبر 2001 حتى اليوم 2014 داخلين على 2015 كل سنة طيبين، العام الجديد على الأبواب. فبالتالي احنا بقالنا فترة طويلة جدا هذه الممارسات تتم دون محاسبة، دون مكاشفة، دون شفافية للطرح أمام سواء المجتمع الأمريكي نفسه أو أمام شعوب العالم كله. طيب على ذكر بقى المنطقة العربية ومصر والدول العربية والمطالبة المستمرة زي ما قلنا، المطالبة المستمرة من الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وتطبيق معايير حقوق الإنسان، كيف يمكن للمنطقة العربية أن تستخدم مثل هذا التقرير في إعادة التوازنات في المنطقة، في إعادة رسم الخريطة السياسية والعلاقات بينها وبين الولايات المتحدة؟ الفكرة اللي بتطرحيها حضرتك مهمة جدا جدا جدا، وهو احيانا تحدث بعض الامور ممكن ان يستغلها العالم العربي لصالحه في تحقيق الصالح، لكن احنا يمكن عندنا العقول وعندنا الامكانيات العاليه جدا، لكن ليس هناك اراده سياسيه تجمع العالم العربي لتحقيق مثل هذه المصالح. لدينا مصالح كثيره جدا ولدينا حقوق مغتصبه على مستوى العالم العربي كله، سواء على مستوى الاحتلال الفعلي الموجود من قبل إسرائيل على سبيل المثال لأراضي عربية من سنة 67 حتى هذه اللحظة، هناك تدخلات أجنبية في كثير من بقاع العالم العربي، أولها منطقة الشام وما يحدث في العراق وسوريا، منطقة ليبيا وتونس وما إلى ذلك، اليمن، فكل هذه صراعات. لكن للأسف نحن نسمع كثيرا عن قرارات لمؤتمرات عربية في منطوق هذه القرارات، هي جميلة جدا ورائعة جدا، لكن عند التنفيذ ذلك قلت في بداية حديثي أن أتمنى أن ما خرج عن البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي سواء الخاص بمصر أو باليمن أو بليبيا أو بالعراق أو سوريا أن يتم تنفيذه. يعني إحنا من حيث المنطق الكلامي والبيانات الختامية للمؤتمرات العربية شيء جميل جدا، لكن عند التنفيذ لا يتم. كيف نستفيد من هذا؟ احنا منظمات المجتمع المدني يمكن بتستأسد قوي في الداخل، لكن ليس لها علاقة بالمنظمات الدولية اللي ممكن ان هي بالتعاون معها نحقق جزء من اهدافنا، جزء من مصالحنا. فانت في عندنا انفصال بين منظمات المجتمع المدني في الداخل وبين المؤسسات الدولية. لو استغلنا نقطة المنظمات المجتمع المدني في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية هيكون لها مردود إيجابي قوي جدا لتحقيق مصالحنا، هذا لا يتم على المستوى. بس هو للأسف حتى يعني الولايات المتحدة بتضرب عرض الحائط، يعني بالأمس وكنت حضرتك ضيفنا الكريم في هذه النقطة في جزئية اعتراف الولايات المتحدة أو وصفها جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، بالرغم من إرسال مذكرة وقع عليها أكثر من 200 ألف أمريكي إلا أنها ضربت بها عرض الحائط. بص حضرتك، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بيتعاملوا من منطلق المصالح. هو مصلحته النهارده ما زال يأمل أن يحقق له التنظيم الدولي بعض المصالح، صار خطة التقسيم اللي كانت معمولة لهذه المنطقة. فبالتالي هو يحتفظ بهذه الورقة إلى حين أن يتأكد أنه هذا التنظيم لن يكون مفيدا بالنسبة له. طالما هناك أمل أن يكون هذا التنظيم يحقق له مصلحة أو له فائدة على المستوى الخطة الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية في هذه المنطقة، لن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذا التنظيم هو تنظيم إرهابي، بدليل اعترفوا بداعش أنها تنظيم إرهابي ويحاربونها في العراق ولا يحاربونها في ليبيا ولا يمسونها سواء تنظيم القاعدة أو داعش في اليمن على سبيل المثال. فبالتالي هو يتم التطبيق حتى على مستوى الاعتراف بشكل انتقائي، هو يطبق النداعش. هو ميكالين هو شايف مصلحته فين، هو عايز يحمي هي المصالح هي جايه فين، مصلحته على ايه بالظبط، ويقدر يدخل
فين ويجني ايه، وسواء برضه هياخد رصيده منين، يعني لازم ياخد حقه من الاول. يعني ليبيا لسه متباع البترول لكام سنه، فهو مش عارف ياخد حاجه دلوقتي. يعني هو السؤال الجوهري، امتى الولايات المتحده الامريكيه ستقر وتعترف بان التنظيم الدولي جماعه الاخوان الارهابيه هو ضمن المنظمات الارهابيه؟ عندما يتيقن ان هذا التنظيم لا فائده منه لتحقيق مصالحه هو، مصالح الولايات المتحده الامريكيه او الاتحاد الاوروبي. ونقطه في هذا الاطار، كل الجماعات قيادات الجماعات الارهابيه اين يقيمون واين اموالهم ومن اين يتم تمويلهم؟ يتم من دول اوروبيه ومن داخل الولايات المتحده الامريكيه بشكل واضح جدا للعالم كله. يعني اين يتم اللجوء السياسي لكثير من زعامات المنظمات الارهابيه؟ موجودين في انجلترا، موجودين في فرنسا، موجودين في اوروبا، موجودين في الولايات المتحده الامريكيه. هم يأوون زعماء هذا التنظيم، هم يمولون في كثير من الاحيان هذه التنظيمات بالمال او بالتدريب او بالسلاح، كما فعلوا لتنظيم القاعده عند احتلال الروسي لافغانستان، دعم بن لادن ثم انقلب عليهم وما الى ذلك. فاحنا امام دائره مفرغه طيب. كله يدور فيها. طب السؤال يا دكتور بيطرح نفسه دلوقتي على الشكل اللي احنا بنتكلم فيه، زي ما اتفاجئنا بهذا التقرير وممكن ما كانش مفاجئ قوي، يعني لو حضرتك تتذكر سجن ابو غريب، وشفنا شفنا بعينينا بقى الصور اللي احنا شفناها بشكل او باخر وبشكل كبير جدا، كانت يعني كانت مفاجاه للجميع ما حصل في هذا السجن، وللاسف عدى مرور الكرام والناس نسيت وما حصلش اي حاجه دوليه. هل التقرير ده في ظل حتى الاشياء اللي مسروده، سواء حتى التهديد للناس اللي موجوده هناك او المعتقلين بوضع حاجات ناريه في جسمهم واعتداء عليهم جنسيا، ووضع حتى بيقول لك وضع المكنسه تحت راسهم بشكل كبير، والنوم لمده عدد عدم نوم لمده عدد ايام، وتهديدهم بالغرق، كل الحاجات دي في لا في حقوق انسان ولا في اي حتى حقوق اي من الدنيا كلها. هل هننسى زي التقرير اللي فات ويتم التعامل معاه بالشكل ده، ولا يكون في تدخل ويكون في وقفه حاسمه مع الولايات المتحده الامريكيه؟ التدخل بيتم عن طريق اما عن طريق دول او عن طريق اشخاص. عن طريق دول، انا ما عنديش امل ان تقوم دول بمواجهه الولايات المتحده الامريكيه بعد اثبات اساليب التعذيب الوحشيه. مين اللي هيواجه يا دكتور؟ ما اللي هيواجه هنا بقى محامين الامم المتحده ولا مجلس الامن؟ الدول اضعف من ان تواجه الولايات المتحده الامريكيه، عشان نتكلم بشفافيه وبصراحه. صحيح. انهي دوله في هذه المنطقه وفي العالم الاسلامي والعالم العربي لديها استعداد لمواجهه الولايات المتحده الامريكيه بخصوص هذا التقرير بعد وبعدين في الاخر هيبقى يعني رسمي. هي بتدافع عن شخص هو قد يكون متورط، مختلفين على طريقه التعذيب وطريقه التعامل معاه، لكن هو متورط بشكل او باخر. ممكن حضرتك حتى لو متورط يعني حتى لو متورط، هو في المفروض في محامي، في اجراءات تقاضي لم تتم في الولايات المتحده الامريكيه. يعني الولايات المتحده الامريكيه صدعتنا في ضروره الافراج عن كما تقول هي المعتقلين السياسيين في مصر. انا ازعم انه واثق انه ما فيش معتقل سياسي في مصر بدون تحقيق نيابة، وان هناك اجراءات تقاضي تتم في المحاكم المصرية مع هؤلاء، واذا ثبتت براءتهم بيتم الافراج عنهم. اذا انا في مصر ما عنديش معتقل سياسي، انا عندي متهم بارتكاب جريمة وفق اجراءات تقاضي بيتم التحقيق معاه. طب الولايات المتحدة الامريكية تعتقل ما تشاء، زي اسرائيل بالظبط، تعتقل ما تشاء وفق قواعد ملهاش علاقة بالقانون الدولي، ملهاش علاقة بالقانون الامريكي المحلي حتى. فبالتالي الولايات المتحدة الامريكية لا تخالف فقط القانون الدولي، تخالف ايضا القانون الامريكي الذي يطبق على البيض ولا يطبق على السود. وطبعا شفنا ده في الحوادث اللي حصلت الأخيرة، وقيام الشرطة بقتل اثنين من السود. طيب سريعا يا دكتور، عشان للاسف ما بقاش عندنا وقت، احنا اتكلمنا على العالم العربي وازاي ممكن يستغل، وللاسف بسبب تداعيات وتعقيدات كثيرة جدا في المشهد يمكن الرد الفعل العربي هيكون بطيء شوية. على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة، الانتقادات اللي بتوجه لأوباما وإدارة أوباما، الانتقادات اللي كانت بتوجه لبوش، يعني برضو في فريقين في الآخر، والحالة على إزاي هيأثر التقرير زي ده على المشهد الداخلي؟ لا بالتأكيد، بالتأكيد ليه تأثير كبير جدا في بناء رؤية الناخب الأمريكي في الانتخابات القادمة. هيكون في تداعيات قوية جدا من وجهة نظري، أقوى من التداعيات اللي ممكن تكون موجودة عند العالم العربي أو الإسلامي. لكن داخل الولايات المتحدة الأمريكية منظمات حقوق الإنسان ستقوم بنشاط محموم في الفترة القادمة، منظمات المجتمع المدني هتشتغل كويس قوي، اللوبي العربي. هنا بقى السؤال حضرتك بذله اللي فات، ان اللوبي العربي الموجود داخل الولايات المتحده الامريكيه اللي بدا
شايفه بيتبلور الى حد ما من الممكن ان يكون بدور كبير جدا في تبعات هذا التقرير. لكن تأثير هذا التقرير اعتقد انه ممكن ان يكون ضربة قاسمة لاتجاهات سياسية موجودة في الولايات المتحدة الامريكية ويدعم اتجاهات اخرى. المجتمع الامريكي من الممكن ان يقوم بعملية تطهير ذاتية داخله هو، لكن سيبقى عند المصلحة الامريكية، سيتوقف الجميع امام هذه المصلحة، بمعنى انه من الممكن ان يتم وضع ضوابط معينه للسي اي اي او لجهاز الاستخبارات الامريكي او للحكومه الامريكيه في ممارسات معينه ضد حقوق الانسان. لكن اللعبه اللي بتلعبها الصين هتلعبها الولايات المتحده الامريكيه، ان هناك تهديد يهدد الامن القومي الامريكي. امام تهديد الامن القومي يصمت الجميع وما فيش اي ضوابط، فبالتالي هي دي اللعبه اللي بتتم سواء في اسرائيل او في الاتحاد الاوروبي في الولايات المتحده الامريكيه. عندما يصور العالم ضد ممارسات وحشيه ممنهجه ضد حقوق الانسان، يتم التلويح بان هناك خطر يهدد الامن القومي الداخلي، فبالتالي لا تتحدث. هذه ذريعه ستستخدم، لكن مقابلها هيكون هناك ايضا نشاط من منظمات المجتمع المدني. مين فيهم اللي ممكن ميزانه يكون اثقل في هذه المساله؟ ده هيرجع للواقع الامريكي في خلال السنه القادمه. طيب، وده هياثر على كمان تصرفاتها في خارج الولايات المتحده؟ يعني سمعنا عن مخاوفها وتحذير رعاياها قبل صدور التقرير ده، تحذيرهم من الذهاب لاماكن معينه خوفا من ردود الافعال. هو هيكون في طبعا نوع من التعليمات والمحاذير وما الى ذلك، لكن ويمكن حضرتك جبتيني نقطة برضو كنت نفسي اتكلم فيها. هو قرار السفارة بكندا وانجلترا بالضبط، هو ده كان ان احنا يقفلوا سفارتهم هنا دون وجود تهديد حقيقي. يعني انا بمر في جاردن سيتي، جاردن سيتي بيمر على رجليه امبارح اهو في السفارات العسكرية، سكن عسكرية. ثانيا، التأشيرات تعطى في السفارة البريطانية ليس من السفارة، ده في مبنى على كورنيش النيل في برج ام كلثوم موجود الشركة اللي بتاخد اللي بتتولى مسألة التأشيرات. يعني ما بتظهرش من مصر اصلا، مفيش مواطن بيعدي بيروح السفارة نفسها. اذا هي لها هدف سياسي. طب ليه السفارة البريطانية والكندية ومش ما انا اقول لحضرتك، هي في اطار الضغط على الحكومة المصرية، اظهار مصر انها دولة غير مستقرة وانها لن تستقر، ضرب السياحة، لان انا لما تيجي سفارتي انا كراجل بريطاني او كندي وسفارتي تتقفل في مصر، معناها ان انا مش هاجي مصر، معناها ان دعوة للدول الاوروبية او للشعوب الاوروبية انه لا ما تروحوش مصر، ده مصر منطقة من الممكن ان تعرض فيها السفارة لخطر، فبالتالي اذا كان ما بالك ومواطن ماشي في الشارع. فانا اعتقد ان هناك اهداف سياسيه مش عايز اقول يعني غير شفافه وغير شريفه وراء قرار بريطانيا وكندا بغلق سفارتيهما في القاهره. والمانيا كمان انضمت ليهم للركب. يعني ان شاء الله نرى يعني مزيد من الشفافيه ونرى مزيد من الوقفات، ان احنا نشوف قد ايه العالم ممكن يقف في الممارسات الغير محترمه او الغير اخلاقيه اللي احنا شايفينها دي. واعتقد الكيل بمكيالين لابد ان يتوقف ايضا في الفتره القادمه. نتمنى هذا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم الدكتور منصور عبد الوهاب المحلل السياسي لوجودك معنا النهارده وتقليب صفحات هذا التقرير. شكرا. شكرا جزيلا. شادينا على راس الساعه واقفه مع موجز لاهم واكل الانباء، ولكن خلونا في الاول نذكر باهم وابرز العناوين اللي لدينا اليوم. ابرز العناوين، خلال لقائه بوفد بشيوخ عقل سيناء السيسي يرى انخفاض ساعات حظر التكوال في سيناء لمده 3 ساعات. مجلس الوزراء يناقش اليوم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه قبل ارساله الى مجلس الدوله. وفي ختام عملها بالدوحة، قمة مجلس التعاون الخارجي تؤكد دعمها لمصر ولبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي. تفاصيل الأخبار دي وغيرها مع الزميلة ريهام رجائي.